بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وكل من اتبعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم عبر هذا البرنامج في مواضيع العقيدة، ونخص حديثنا في هذه الحلقة عن بعض الألفاظ التي لا ينبغي التلفظ بها لأنها تخل بالعقيدة، وقد ورد النهي عنها بخصوصها. ومن هذه الألفاظ كلمة لو في بعض المقامات، وذلك عندما يقع الإنسان في مكروه أو تصيبه مصيبة، فإنه لا يقول لو أني فعلت كذا ما حصل علي هذا، أو لو أني لم أفعل لم يحصل علي كذا، لما في ذلك من الإشعار بعدم الصبر والتأسف على ما فات مما لا يمكن استدراكه، ولما يشعر به هذا اللفظ من ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، ولما في ذلك من إيلام النفس وتسليط الشيطان على الإنسان بالوساوس والهموم. والواجب بعد نزول المصائب التسليم للقدر والصبر على ما أصاب الإنسان، مع عمل الأسباب الجالبة للخير والواقية من الشر والمكروه بدون تلوم. وقد ذم الله الذين قالوا هذه الكلمة عند المصيبة التي حصلت بالمسلمين في وقعة أحد، قال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه مقالة قالها بعض المنافقين يوم أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من المصيبة، قالوها يعارضون بها القدر، ويعتبون على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين خروجهم إلى العدو. فرد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أي هذا قدر مقدر من الله لا بد أن يقع، ولا يمنع منه التحرز في البيوت والتلهف وقول لو بعد نزول المصيبة، لأنه لا يفيد إلا التحسر والحزن وإيلام النفس والضعف، مع تأثيره على العقيدة من حيث إنه يوحي بعدم التسليم للقدر. ثم ذكر سبحانه عن هؤلاء المنافقين مقالة أخرى، وذلك في قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وهذه من مقالات بعض المنافقين يوم أحد أيضا، ويروى أنه عبد الله بن أبي يعارض القدر ويقول: لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. فرد الله عليهم بقوله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أي إذا كان القعود وعدم الخروج يسلم به الشخص من القتل أو الموت، فينبغي ألا تموتوا، والموت لا بد أن يأتي إليكم في أي مكان، فادفعوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين في دعواكم أن من أطاعكم سلم من القتل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر مقالة ابن أبي هذه، قال: فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال، انخزل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام. وهؤلاء لم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة، ولا من المنافقين الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة انتهى. والشاهد منه أن اللهج بكلمة لو عند حصول المصائب من صفات المنافقين الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر، فيجب على المؤمن الابتعاد عن التلفظ بهذه الكلمة عندما تصيبه محنة أو مكروه، وأن يعدل إلى الألفاظ الطيبة التي فيها الرضا بما قدر الله
والصبر والاحتساب، وهي الألفاظ التي وجه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وآخرته مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله ليتم له سببه وينفعه، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، والجمع بين فعل السبب والتوكل على الله توحيد. ثم نهى عن العجز، وهو ترك فعل الأسباب النافعة، وهو ضد الحرص على ما ينفع، فإذا حرص على ما ينفعه وبذل السبب ثم وقع خلاف ما أراد وأصابه ما يكره، فلا يقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لأن هذه الكلمة لا تجدي شيئا، وإنما تفتح عمل الشيطان وتبعث على التأسف ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ النافع المتضمن للإيمان بالقدر، وهو أن يقول قدر الله وما شاء فعل، لأن ما قدره الله لا بد أن يكون، والواجب التسليم للمقدور، وما شاء الله فعل، لأن أفعاله لا تصدر إلا عن حكمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والعبد إذا فاته المقدور له حالتان، حالة عجز وهي عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة فيها، بل هي مفتاح اللوم. والحالة الثانية النظر إلى المقدور وملاحظته، وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعه حال حصول مطلوبه وحال فواته، ونهاه عن قول لو، وأخبره أنها تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر والحزن ولوم القدر، فيأثم بذلك، وذلك من عمل الشيطان. وليس هذا لمجرد لفظ لو، بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، فهو خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدر، بل هو إخبار لأصحابه أنه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة، قال ذلك لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثا لهم وتطيبا لقلوبهم لما رآهم توقفوا في أمره. فليس هذا من المنهي عنه، بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل، ولا خلاف في جواز ذلك، وإنما ينهى عن ذلك في معارضة القدر والله أعلم. فهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة مما لا يستغني عنه العبد، وهو يتضمن إثبات القدر وإثبات الكسب والقيام بالعبودية. قال شيخ الإسلام بن تيمية في معنى هذا الحديث: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.